خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهندس أحمد عثمان مطاها وكيل شركة KPT ببرسوان. وطبعا هذه الآليات الموجودة حاليا جات 10 آلة رابعة أو ريش السكر حمولة 45 طن لنقل الحاويات، وهي إضافة حقيقية لحل مشاكل المتواجدة الآن بالميناء الجنوبي. ولا شك نحن نقول إضافة يعني، ونحن نتمنى إنه الناس يعني تحزوا يعني الناس تكون عندها يوم الوطنية، وهي تحافظ على الآليات دي بقدر الإمكان، لأنه إذا ما كان في محافظة وما كان في نوع من العناية بالآليات دفنتي ما حيكون في يعني ما حيكون في هنا يعني استمرارية للعمل. وهذه آلة الآلات زي ما قلت هي إضافة حقيقية للاثنين، وهي 10 آلة دي يعني ممكن تقضي لك ورديتين فول تايم، بغض النظر عن هنا حتى لو قدرت تعمل واحدة في الصيانة هنا ممكن تكون فول تايم تو شيفت يعني. ونحن نتمنى إنه الناس يعني إن شاء الله نحن في شركة KPT تحت الخدمة في أي لحظة، سواء كان في دارين أي نوع من الصيانة أو أي نوع من هنا، في لحظة الناس ممكن توفر السبير توفر هنا، وعندنا غارنتي للشغل اللي بيشتغل توفير السبيرات والمحافظة على هذه الآليات. بس نحن جبنا الساعة حتى يعني العصيم مقفولة، وطبعا ما في انترناشونال فلايت ما في حاجة، لكن قدرنا نجيب بس واحد صيني هسه من كينيا، هو برضه زول مهندس بروفيشنال من شركة ثاني في التركيب، وحيكون هو مجموعة مهندسين من هيئة الموانئ البحرية. ونتمنى إن شاء الله إنه مثلا إن شورت تايم يحصل الانسليشن والتركيب هي ما يبيد ماكسيمم أسبوع إن شاء الله. إن شاء الله دي تكون إضافة لهيئة الموانئ، ونحن إن شاء الله موعدين بأنه ما تكون في مشاكل في القريب العاجل بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد علي محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بهيئة الموانئ البحرية. في هذا اليوم الأغر